سلام بنات كديرين، لاباس عليكم؟ نتمنى دائما تكونوا بخير وعلى ما يرام. فكيف ما شفتوا معايا اليوم واحد المملحات كيجيو مقرمشين، كيجيو الصراحه كيدوبوا في الفم ذوبان، كيجيو غزالين غزالين بزاف بواحد الحشوه اللي رائعه رائعه جدا، وايضا البات فويتي اللي كتجي غزاله بزاف. فانا سبق لي واحد درت معكم البات فويتي، فانا غادي نبدا دابا في تحضير الحشوه ديال هاد لي شوسون هادو او هاد المملحات هادو اللي جاو غزالين. فاول حاجه خديت لي زيبينار هكايا غسلتهم ونقيتهم ودرت عليهم واحد شويه ديال الابزار صافي، وغادي نبقى هكا كنصوتي فيهم بهاد الطريقه هادي حتى غيهبطوا لي هاد لي زيبينار بهاد الطريقه هادي حتى يهبطوا انهم ويوليو الكميه ديالهم كتقلص وما كيبقاوش هكا منفوخين. كنبقى انني كنحركهم بهاد الطريقه هادي حتى انني كنحصل على حشوه. صراحه هاد الحشوه ديال لي زيبينار والكفته كتجي حشوه غزاله غزاله بزاف بزاف الصراحه، كتجي زوينه وكتجي انها صحيه في نفس الوقت. كنعرفوا ان لي زيبينار مهمين وفيهم الفيتامين بزاف، فالمهم انا درتهم كحشوه غادي نديرهم لهاد لي شوسون هادو او لهاد المملحات هادو. كيف كتشوفوا معايا، فمن بعد خديت واحد المقلاه اخرى درت فيها الكفته ودرت فيها شويه ديال الثوم هكا محكوكين تقريبا واحد جوج فصوص ديال الثوم، ودرت شويه ديال الابزار شويه ديال الكمون. المهم التوابل دائما على حسب الذوق ديالكم، فانا كنستعمل التوابل كامله كنستعملها لانها كتعطي واحد النكهات وكتعطيهم هكا كيتجانس مع البعض ديالها. فضفت الكمون، ضفت البابريكا او التحميره، الخرقوم او الكركم حتى هويا، وضفت الخرقوم ورقه حتى هو ضفته الملون. صافي غادي نخلي هاد الكفته هادي غادي نحطها انا فوق النار ونخليها كتشحر ليا حتى هي كذلك. صافي من بعد غادي نخلي هاد الكفته هادي كتشحر ليا بهذه الطريقه على النار دائما هاد، او غادي نبقى انني مره كنحرك كيف العاده. صافي غادي نبقى انني كنحرك في هاد الكفته بهاد الطريقه هادي حتى غادي يطيب ليا ويحيد منها هكا كيف كنقولوا داك الماء ديال الكفته، وكنبقى كنشحر فيها حتى كيتندمجوا ليا دوك التوابل مع البعض ديالهم. من بعد غادي نزيد عليهم دوك لي زيبيناغ اللي طيبنا صافي، وغادي نبقى انني كنشحرهم مع البعض ديالهم حتى انني نحصل على حشوه اللي كتكون زوينه وكتكون رائعه. هاد الحشوه هادي ديال لي زيبيناغ والكفته كتكون غزاله بالنسبه للمملحات، فانا الذوق ديالهم كيجي غزال غزال. ودائما كيبقى لكم الاختيار على حسب الحشوه اللي بغيتو تستعملوا في هاد المملحات هادو، فانا اختاريت بالكفته ولي زيبيناغ فهما كيتواتاو مع بعضياتهم وكيجي طعم رائع وكيجي حشوه غزاله. فنخليكم دائما مع الفيديو حتى الاخير دائما، وما تنسوش دائما الدعم ديالكم، وما تنسوش لي لايك ديالكم، واللي ما وصلش القناه ديالي فهو يضغط على زر الجرس باش يوصل دائما الجديد. صافي كيف كتشوفوا في اخر مرحله هي الفرماج، درت اي فرماج عندكم نتوما متوفر، فانا درت الفرماج هكايا.
درتو في الاخير باش كيعطينا ديك التعليكه زوينه للحشوه ديالنا، وكتجي ديك الحشوه معلكه وكتولي انها زوينه الصراحه. بعد الفرماج الاخر اخر حاجه كندير الفرماج حتى هو الاخر. صافي هذه هي الحشوه ديالي، فغادي نضيف ليها ايضا حتى الزيتون اللي كيكون مقطع قطع صغيره، حتى هو غادي نضيف الزيتون كذلك. فدائما كيبقى لكم الاختيار على حساب الحشوه اللي بغيتو نتوماي. صافي بعد ما انها طابت لي الحشوه ديال هاد المملحات اللي غادي نعمرهم بهم، فكي شفتوا معايا فانا سرحت لاباط فويتي وسبق لي وحضرتها معاكم. العجين المورق كتجي حتى هي زوينه ورائعه، فغادي نخلي لكم الوصفه في صندوق الوصف ديال العجين المورق. فانا درت هاد التشكيله ديال المملحات كيف كتشوفوا معايا، فسرحت لاباط فويتي وهكا درتهم دوائر صغار، ودرت هكايا الحشوه في الوسط صافي. وغادي نبقى انني كنسد بالاصابع ديالي حتى انني نحصل على الحشوه اللي كتكون الوسط. فغادي ندير هذا الشكل هذا الدائري، ودائما كيبقى لكم الاختيار في النوع ديال الشكل او الشكل اللي بغيتو نتوما يديروا لهذا المملحات ديالكم. دائما كيبقى لكم الاختيار. فانا غادي ندير واحد الفرشات هكا في الجناب باش انني تعطيني داك الشكل اللي كيكون دائري، وداك الشكل اللي كيكون هكايا من قاد ومصيب هكا من الجوانب ديالو. فانا هادو هما المملحات ديال اليوم. فانا دائما كنتمنى انهم يعجبوكم وينالوا الاعجاب ديالكم، ودائما الفيديو اللي كنقدم لكم انهم يكونوا كتستافدوا منهم، يكونوا دائما مفيدين. فنخليكم مع الكماله ديال الفيديو، ودائما ما تنسونيش من اللايك ديالكم ومن الدعم ديالكم. صافي انا بعد ما شكلت داك الشكل الدائري، فانا غادي ندير الشكل ديال لو شوسون. فانا كنحاول انني كنضغط من الوسط شويه بالمدلك باش انني كنحصل على ديك الحشوه انني نديرها في الوسط صافي. وغادي نسد الجوانب ديالي باش نحصل على الشكل ديال لو شوسون.
صافي، فانا غادي نبقى نضغط على الجوانب بهذه الطريقه هذه حتى غادي نكمله. صافي، وبنفس الطريقه كندير هكا الفرشاة من الجناب باش نحصل على داك الشكل ديال لي شوسون ديالي ويكونوا هكا مقادين من الجوانب. غادي نبقى على هذه الطريقه هذه حتى غادي نكمل الحشوه ديالي ونكمل النصف ديال لاباط فويتي. ما درتش الباط كامله دائما، فانا قسمتها على النصف، فغادي ندير بالنصف الاخر حتى هو غادي ندير به واحد الشكل حتى هو اللي كيجي زوين وكيجي رائع غادي نديره ان شاء الله. فاليومين فهاد هاد النهار هذا اكتفيت غير باللي شوسون وبهاد المملحات اللي كيكونوا دايرين او الشكل اللي كيكون دائري. فهذا هو الوصفة ديال اليوم او المملحات ديال اليوم. فانا دائما انني كنتمنى ان الوصفات اللي كنقدم لكم دائما كنتمنى انهم يعجبوكم. صافي، فهاد الاثناء هادي غادي نحطهم فوق واحد الصفيحه ديال الفرن. فاش غنسالي هاد لي شوسون اللي عندي كاملين او المملحات غادي نحطهم هكا فوق واحد الصفيحه ديال الفرن، ودائما كندهنهم بشويه ديال البيض وشويه ديال صوص الصوجا باش كيعطيونا ديك التحميره وكيعطيونا داك اللون اللي كيكون رائع. المهم هادو هما المملحات ديالنا كيف جاو في الاخير ديالهم، جاو زوينين وجاو مقرمشين كيف كتشوفوا، جاو طبقات ديال لاباط فويتي، جات الباط زوينه زوينه الصراحه وكتذوب في الفم، وحتى الحشوه جات رائعه رائعه بزاف. فهذا هو الفيديو ديال اليوم البنات، فخليكم دائما مع الفيديوهات اللي كنقدم لكم والوصفات اللي كنحط لكم في هذا الشهر ديال رمضان، فخليكم دائما كترقبوا الفيديوهات. فنخليكم في امان الله، الوصفه الجايه ان شاء الله.